الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أن يؤخذ من اللحية من باب التحسين؟ وهي يعني سيئة اللحية وتبي تحسنه، أو تحسنه يعني تحلقها، لأن تحسين عند الناس الحلقة، أو قصدك التحسين اللي هو التجميل، إن كان قصدك التجميل فيه جميلة ولله الحمد، وفي القصد منها تشويه لها، ما هو تحسين، هذا تشويه لها ونقص منها. هل النقص تحسين ولا تشويه؟ النقص تشويه. فاللحية يا أخي فطرت كما خلقها الله، وفروا اللحى، أرسلوا اللحى، أكرموا اللحى، أعفوا اللحى، حديث صحيحة متكررة، ولكن الشيطان يحمل الناس على المخالفة، يحملهم على محاربة اللحية، يحمل النساء على المنف الحواجب، فهذا كله من الشيطان. المسلم يحمد الله ويترك ما نهى الله عنه، ويحمد الله على اللحية لأنها نعمة مجملة لوجهه، فارقة بينه وبين المرأة، فارقة بينه وبين المرأة، وجمال له، فهي نعمة. أنتم تشوهون إيمانهم الحاء، مشوهة الوجه، وجوههم مشوهة، لكن إيمانهم الحاء وجوههم جميلة. الله حكيم عليم في خلقه وصنعه سبحانه وتعالى. نعم.